مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أم إخلاص. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم فقيه قصاص مالحين أو مملحات عاشوراء، كيف ما كتعرفوا بنكهات مختلفة وبعجين اقتصادية اللي غادي نخرجوا من أربعة الأشكال إن شاء الله. فغادي نحتاج لهذه الوصفة هذه. عندي هنا جوج بيضات، عندي 250 غرام ديال الزبدة، غادي نحتاج جوج ديال الفرماجات متلتين، عندي هنا معلقة ديال لاموطارد، وغادي نحتاج كذلك معلقة ديال الملحة صغيرة تكون عامرة. كنعرفوا بان المملحات يعني خصهم يكونوا مالحين شويه. معلقه قليل من الابزار، وغادي نحتاج هنا نص كاس ديال زيت الزيتون، وبطبيعه الحال غادي نحتاج دقيق ديال الفرص اللي غادي نجمع به الوصفه ديالي. اذا على بركه الله فكناخذ قصريه على هذا الشكل هذا، وكنوضع فيها الزبده، وكنضيف عليها الملحه والابزار، وكنحاول انني يعني نخلطهم مزيان. وهنا كنضيف جوج ديال البيضات، وكنخلط مزيان جميع العناصر. وكنضيف هذه المعلقه ديال الموطارد، وكذلك كنزيد الفرماج. وكنبدا كنضيف الطحين شيئا فشيئا حتى كيجمع لي العجين ديالي. وكيكون هذا هو العجين ديالنا من بعد ما كنجمعوه، كيجينا على هذا الشكل هذا، ما كيكون لا قاصح يعني ما كنخليوش مرخوف بزاف. اذا فكنشدوا العجين كنقسموها على اربعه ديال الاشكال باش غادي نكهم ان شاء الله. اذا كنبداو على بركه الله. بالنسبه للشكل الاول فانا غادي نبدا معاه الزعتر اللي حكيته على الشكل مزيان، وكنحاول انني نخلطه مزيان من العجينه حتى كينسجم. اذا بالنسبه للنكهه الثانيه فانا استعملت هنا الهريسه مع مطيشه ديال الحك اللي غادي نمزجهم كذلك من العجينه على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه للشكل الثالث فانا غادي نشكلو هكا على شكل حريبلات او الاصابع طويله. كنوضعوا شويه الطحين باش ما تلصقش لنا العجينه، وكنوضعها في الهريسه. انتما غتشوفوا معايا الشكل اللي غادي نخدم به.
فكناخذ هكا الهريسه مطحونه وكندوز فيها هاد الحريبلات هادو على هاد الشكل هذا، حتى كتغطى ليا العجينه بالكامل يعني ما كتبقاش تبان. بالنسبة للشكل الرابع فأنا غادي نخلي العجينة كما هي، ما غادي نضيف حتى نكهة. أنا نوريكم كيفاش غادي نخدم بها. فهنا كناخد العجينة اللي ما ضفت لها حتى شي نكهة، كنبسطها على هذا الشكل هذا على ورق ديال الزبدة، باش بطبيعة الحال تكون عندنا طريقة سهلة باش غادي نقطعوها وباش غادي نخدمو وما تلصقش لينا كذلك ملي طيب. فهنا كناخد أصفر بيضة واللي كنوضع معاه صوص صوجة على هذا الشكل، وكنمزجهم مزيان وكندهن بهم العجين ديالي من فوق. بعد ما دهنت الوجه ديال العجين ديالي باصفر بيض فكنزينها هكا بالبافو على هذا الشكل هذا، وكناخذ هذه الشراره هذه او لا اي قطعه عندكم وكتبداو تقطعوا الشكيلات اللي بغيتوا. فانا هادو غادي نديرهم طوال على هذا الشكل وغادي نقطعهم يعني بالشكل المعاكس. بالنسبه للنكهه الثانيه ديال الهريسه ومطيشه الحك فاني بسطتها بهكا بالمدلك على الورق الزبده كذلك، وغادي نبدا نقطعهم على هذا الشكل هذا يعني تيبقاو شكيلات بدون طابع وبدون مرشم وساهلين في التحضير يعني اذا غتوجدو متياخدوش لنا وقت كثير. بالنسبه للنكهه ديال الزعتر فاني بسطتها كذلك فوق ورق الزبده، واللي غادي نقطعها بالقطع ديال البيتزا على هذا الشكل هذا، تقدروا تقطعوا يعني الشكيلات اللي بغيتوا.
وغادي ندوزو لهاد الحريبلات هادو. فمن بعد ما دوزتهم في الهريسه فانا دخلتهم للمجمد حتى جمدوا مزيان، شدوا في راسهم، وغادي نحاول انني نقطعهم على هاد الشكل هذا، على شكل فقيقسات صغار، يكون الموس يعني ماضي بطبيعه الحال باش ما يلقاوش مشكل. فبهذه الطريقه هذه غادي نستمر حتى كنكمل يعني هاد الحريبلات اللي عندي. اذا هادو هما الفقيقسات من بعد ما قطعناهم، النكهات يعني باربعه او الشكيلات باربعه على الشكل هذا. فكنسخنوا الفران مزيان وندخلهم يطيبوا يتحمروا شويه، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الفقيقسات اللي تنقدموا لكم بالصحه والراحه، بنكهات مختلفه واشكال رائعه. الصراحه كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى ان الطريقه وهذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.